يعاني هادي حسن يامي من سرطان الدم اللوكيميا، وهو عاجز عن العلاج بعد أن تراكمت عليه الديون لأشخاص يريدون أخذ بيته لسداد ديونهم. شوف عالمهم، يعني كلها مغذيات وعبر من المستشفيات، شهريا بهذا المطلوب تسعينات، بس بالتسعينات بالالاف، بس بالالاف كملنا ما معنا شهريا بالالاف. يعني فين اروح فين اجي؟ بعت ما معايا، يطالبني شا 2,700,000. يعني هذا البنات الان اصبحوا في الشارع، ما اخطاوش يخرجوا من البيت خوفا من هاتك الاعراض. فين اروح فين اجي؟ اعاني نصاص الليالي، يعني ما انامش كثير، كل وانا افكر بالبيت افكر بالبنات، يا الله افكر يعني بحق الجره. شهريا 90,000 80,000 شهريا، اعاني العمر لا حول ولا قوه بالله بالله. 10 سنوات من عمر الحاج هادي والد ال10 فتيات وال5 أبناء مرت عليه وهو يصارع بعيدا عنهم مرضى السرطان في الدم، فمنذ العام 2008 بدأت معاناته في محافظة حجة لينتقل إلى دار الشفقة في أمانة العاصمة صنعاء ويقضي فيها السنوات الطوال مع كل هذه الأدوية وغيرها. الآن احنا جالسين هنا في دار الشفقة كلنا من 2008 جالسين ما معانا، جينا الحمد لله اتصرفنا ما معانا، كان في الفنادق في الفنادق، وفي الأخير تلاحقونا بدار الشفقة مجلسين الآن فيه آكلين شاربين، ولكن صرف حق العلاجات الجرى أشعة رنينة أشعة مقطعية آزال، يعني لمز من شعاع، يعني ما في شعاع في الجمهوري يحول لنا العزل. الجلسة ب17,000 80,000 ريال قيمة كل جرعة شهرية، وقرارات للسفر لإتمام العلاج في الخارج، ديون تكالبت عليه ليرهن منزله الوحيد الذي يأوي أطفاله بقيمة 2,700,000 ريال يمني. وهنا رحلت الرحمة عن قلوب دائنيه، فهددوه بالاستيلاء على منزله وطرد أولاده أيتام الأم منه. ضيعت بيت الآن، من الآن البيت مرهون في 2,700,000، قد لي من 8 من 89 90، يعني أنا اللي رهنته من كثر ما أسحب من فلوس مع الناس، هات 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 هات. في الأخير الشيخ اتصل لي أمس يشتي حقه طابح، اسال الله العلي العظيم اقول للشيخ هذا ان يجعل في قلبه الشفقه والرحمه وحقه مسلم، ما دام اهل الخير موجودين اكيد انه حقه هيسلم. الله يفرج همك ان شاء الله ويسر امرك، يسر علينا يا اخي قليل، خاف الله فينا ارحمنا شويه، الله سبحانه وتعالى قادر يفرج همنا ويفرج همك ونديك حقك، مهما طال زمان قصر لازم اهل الخير هيتبه لنا ان شاء الله وشي يدنك وان شاء الله يسر امرك. الله يا اخي يقضي حياتك يا اخي، احنا اصبحنا الان مشمتين مشردين، ما بالك من الجرع ولا من الشعار ولا من الكيماوي، ما أدري من فين يا أخي نهبة، من فين نديها من فين يا أخي. مع كل ما فيه امتزجت ابتسامته بدموعه ومسبحة ترافق أنامله رضاء بقدر الله، وأولاد اشتاق قلبه لرؤيتهم، لكن وحشية السرطان أبعدته عنهم. المريض هذا يعاني من اللوكيميا في الدم لو عندنا حوالي 10 سنوات، الآن يتلقى الجرعة الكيماوي كل شهر في المركز الخاص بالعلاج في مستشفى الكويت. لو عندنا حوالي الآن 3 أشهر لم يزر أهله، بسبب أنه الآن يعني لا يوجد لديه مصاريف لكي يذهب إلى بيته يعني، وعليه كذلك ديون بسبب طول المرض، لأنه عندما يطول فترة المرض يعني يطول على الإنسان الديون وغيرها ودونها من المصاريف عليه. قد تفرج الدموع قليلا من هموم القلب، لكنها لا تخفف ألما ولا تقضي دينا. عزة نفس الحاج هادي منعته من الحديث 10 سنوات طوال، لكن للصبر حدود. يعني أسأل الله العلي العظيم إن فرج همه ومفرج همه ويباعد كربه ويسر أمري وقضى حياتي، أسأل الله إن فرج همه ويباعد كربه ويسر أمره ويقضى حياته. إحنا يا أخواني الآن مزنوق، مزنوق بالبيت، مزنوق بالبنات، مزنوق بعيالي، مزنوق بالسرطان، مزنوق بهذه العلاجات، ما أدري فين أروح، ما أدري فين أسير، يعني أصبحت الحالة عندي ضيقة، ما أدري فين أروح. الألم أن تسير خارج الوقت وحدك دون ظلال وأنت الوارف دوماً، أن يتساقط الدمع منك وغيرك يمسحه عنك بمساعدتك.